السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ندخل ديريكت في الموضوع اخوتي ديال الزواج المختلط. وبالنسبه للاوراق الاجنبيه، راه هضرت على الاوراق ديال الاجنبيه، راه كاين الفيديو في القناه عندي. اللي مهتم بهذا الشيء يدخل القناه، راه غيلقى الفيديو ديال اوراق ديال الاجنبيه اللي غتصوب في البلاد ديالها. انا راه هضرت على هذه النقطه هذه. انا دابا غنكمل مني غتجي للمغرب، هذا هو اللي كنخد. المهم مني غتجي الاجنبيه للمغرب، غتمشي معاها كلشي الوريقات مقادين، غتمشي معاها انت ويا اخويا، تقلبوا على مترجم وما تمشيوش عند دوك اللي كيديروا البلايك، هادو ها السماسري راه غيزيدوا عليك في الثمن. سير ديريكت اخويا قلب وسول، سير ديريكت للمكتب ديال محلف ديال الدوله، راه كيتسمى محلف ديال الدوله، ماشي غير شي واحد اللي قاري يقدر يترجم لك. باش غير واحد النقطه نكونوا مفاهمين، راه هذا مترجم ديال الدوله اخوتي، باش ترجم الوريقات ديالك في بالثمن اللي كاين، ماشي غيتزاد على، ماشي عند السمراء غيزيد عليك في الثمن. هذا هو اللي كاين اخوتي، والله يسهل على الجميع. وغنهضر على المهم الى هذه النقطه هذه، يعني ديال الاوراق ديال الاجنبيه راه كملنا، يعني الترجمه خاصك غير تمشي لقضاء الاسره. غنرجع واحد النقطه ديال الطرف المغربي، اوراق ديال الطرف المغربي، من الاحسن من الطرف المغربي يمشي للبلاصه فين كيسكن، يعني غيمشي لقضاء الاسره فين كيسكن، يمشي عندهم يقول بغيت واحد الورقه ديال الزواج المختلط، وهما راه غيعطيوك هذيك الورقه ديال الزواج المختلط. راه انت غتعرف اشنو خاصك تصاوب، العقد لي زياد، النسخه الكامله، شهاده السكنه الى اخره، راه غيعطيوك السجل العدلي، هذا هو اللي كاين. وما تنساش اربعه التصاور ليك انت ولا الاجنبيه، اربعه التصاور بحال ديال لاكارت، هذا هو اللي كاين. وتاني حاجه، تاني حاجه اخوتي، مني تكمل يعني الوريقات ديالك وديال المدام، غتشري واحد الملف ليك والاجنبيه، الملف ديالك والملف ديال الاجنبيه، وغترتب الوريقات ديالك. بعد ما هاد الشيء هذا غتمشي عند واحد سميتو، يا ربي اسمحوا لي تلفت، غتمشي للفوتوكوبي، ديروا فوتوكوبي كل ورقه، غدير فيه ربعه ديال الفوتوكوبي، ربعه كل ورقه غدير فيها ربعه ديال الفوتوكوبي، من بعد كل ورقه وغترتب داك الشيء. يعني بالنسبه للوراق ديال الاجنبيه، ملي غدير الترجمه يعني ديرها مع الترجمه باش ما تلفش، ودير لها بحال 8 ديال الوراق، يعني 8 ديال العربيه، 4 يا ربي 4 ديال العربيه و4 ديال الصبليونيه، هذا هو اللي كندير الفوتوكوبي، ولصقهم يعني يكونوا مجموعين، ودير الملف ديال الاجنبيه وكتب عليها السميه ديالها، ودير الملف ديالك وكتب عليها السميه، وتوكلوا على الله وسيروا لقضاء الاسره. غنهضر على هذه النقطه هذه اخوتي، حيت شحال من واحد كيوقع في هذا الاغلاط هذا. ملي تجمع هذه الوريقه ديالها، الا عندك اخويا العنوان ديال الرباط، راه غتمشي غير القضاء ديال قضاء الاسره ديال الرباط. الا عندك العنوان في لاكارت ديالك في شي بلاد اخر، راه اخويا ما يقبلوش ليك تما، باش ما تكونش عندك واحد الفكره تقول انا جاي بعيد بالنسبه لصحاب الجنوب ولا الشمال ولا طنجة ولا وجدة، حيت ضروري خصك تجي للرباط، القنصلية الى اخره، وزارة الخارجية تاخذ السجل العدل الاجنبي، يعني ضروري غتكون تما، غتكون عندك واحد الفكرة تقول غنمشي لتما ونطلع عقد الزواج. لا خويا، راه ملي غتسالي في هاد الوريقات ديال الترجمة وتقاد الملف ديالك، سال فين عندك العنوان اصاحبي. الى عندك العنوان ديال الرباط، راه غتصاوب العقد ديال الزواج تما. الى عندك العنوان في شي منطقة اخرى، غير سير المنطقة ديالك اخويا اللي عندك فيه العنوان، هذا هو اللي بغيت نوصل لك، هذا هو اللي كاين الخط. من بعد المهم غنكمل الهضرة، ملي غتمشي لقضاء الأسرة، المهم غتحط الملف، غتلقى واحد السيد ولا السيدة ولا آخره، غتشوف غتبيريفي هذاك الملف ديالك وديال المدام، خصوصا أكثرية ديال المدام، يعني ديال الأجنبية، هي اللي كيكون فيه بزاف ديال الأوراق صراحة الله، يعني بزاف ديال الأوراق، بيريفيوك ويشوفوك ويشوفوك إلا كان الملف هو هذاك ما خاصو شي حاجه، كلشي ناضي كلشي مزيان، غيشوفو ديالك غيقلبو حتى هو مزيان، غيقولك سير سير تيتصلو بك سميتو، هما غيعيطوليك صحاب، يعني ضروري خصك تمشي. الا كنتي في المنطقه شادينها الجندرم، غيعيطوليك الجندرم، الا كان شادينها البوليس، غتمشي للولايه، يعني غتمشي للبوليس، ضروري غدير واحد البحث دو المدام ديالك. هنا فين كاين شويه ديال خصك تعرف اشنو كدير، حيت يقدر تلقى واحد غيقول لك خصك تجيب لينا مترجم، مترجم اخويا راه مشكله، مترجم غيجي لك ب 40000 ولا شوف شحال باش غيجيب. المهم انت خصك تعرف شنو غدير، المهم رغبهم وغنوصيك
في الإدارة ديال المغرب فيما دخلتي ما تكونش عنصري، ديما ضحك واخا توصل فيك تطلع دماغ خوتي، يعني الهدوء والهدوء والضحك وصوب الهضره. الله يحملك الوالدين، وانا ما عارفش وين هادي باش تقضي غرض ديالك. هاد النقطه هادي ديرها في راسك، ما تجيش مفرعن، ما تجيش طالع عليك الدم، ما تجيش تهضره. لا راه ما توصل حتى شي نتيجه. طيح الوراق الا بغيتي تقضي غرض ديالك اصحيبي، طيح الوراق. هذا هو اللي غنقول لك. المهم قلنا غيصيفطوا الملف ديالك، ملي غيشدوا القضاء الاسره، كلشي ناضي كلشي هو داك، غيصيفطوه للبوليس، البوليس ولا الجندار، شوف على حساب المنطقه فين كتسكن انت، غتمشي عندهم انت، غيدوز واحد البحث. واحد النقطه مهمه جدا هنا، خاصك تحفظ بزاف د الحوايج، غير خاصك تعرف العنوان ديالها، ديال الاجنبيه فين كتسكن، يعني خاصك تحفظه، خاصك تحفظ يعني فين خدامه، شنو كدير، شحال باش كتخلص، شحال ديال الخوت عندها، واش فيها مزوجه ولا ما مزوجه. يعني هذا هو البلان اخوتي، يعني خصك تحفظ بزاف د الحوايج على الاجنبيه. ويقدر يعني باش نعطيك غير واحد الفكره، من الاحسن تحفظ تسولها حتى الماكله، حيت يقدر يسولوك الا ما سولوكش في القنصليه، الا ما سولوكش في القنصليه نهار غتاخذوا هذيك كاباسيتي دي ماتريمون، يعني موافقه الزواج، راه هضرت على هذه النقطه اللي راه كاين الفيديو، راه غيسولوك مني غتجي تاخذ الفيزا، يعني تاخذ الفيزا الا صوبتي الكارت كلشي ناضي كلشي هو هذاك، راه غيسولو. يعني هاد النقطه من الاحسن تعرف على 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 الاجنبيه شنو هو اللبس، الماكله اللي عزيز عليها، اتفق انت وياه، هذا هو اللي كاين اخوتي، اتفقوا باش تفهم، باش ديرها في راسك، وحاول تعرف شحال ديال الخوت والسميه وباها وماها والعنوان والخدمه، هادي مهمين اخويا، خصك تعرفهم باش ملي غتمشي للبحث غيسولوك على هاد الشيء، هذا غتجيك ساهله، باش حيت مني ما ملي كيطرحوا عليك هاد السؤال هذا نتوما ما كتجاوبوش، يعني كيقول هذا خينا، هذا راه يقدر غير بغى يتزوج على الوراق ولا عطاه الفلوس ولا الى اخره، هذا هو اللي كاين. يعني خاص انسان يفهم هاد البلان هذا. المهم مني تحط المهم الملف ديالك وصل عند البوليس ولا الجندارم فين كتسكن، يعني غتجي غيدوزو واحد البحث بحالك، ويسولوك على هاد النقطة، علاش هضرت انا هاد النقاط، علاش هضرت. ومن بعد نقولك سير حتى الغدا ولا شوف على المنطقة، الا عرفتي كيفاش غدير راه ما يتعطلش، باش نقولك انا شوف شنو غدير راك بلا ما نهضر، راه خصك تكون في الشكل باش تاخد الملف ديالك باش ما تعطلش، هذا هو اللي كاين. المهم مني تاخد الملف داك، هما انا من حكم تجربتي انا ما خديتوش صراحه الله، يعني حيت ما كتاخذش بعد المناطق يقدر يعطوه لك حتى يديه للجندارم وتجيبو، بعد المناطق ما يعطوهش لك انت ما كتشوفوش، غير كيمشي الملف ديالك يدي واحد اخر خدام مع قضاء الاسره، وكيدي الملف ديالك للبوليس ولا الجندارم. من بعد ملي كيديروا البحث ديالهم كلشي ناضي كلشي هو هذا، كيرجعوا هو، انت خصك تسول كل خطره سير عندهم، هذا هو اللي كاين الخوت، ما تنسناش يعيطوا لك وما يعيطوش ليك، خصك تمشي انت تقلب على راسك. مني رجع البحث ديالك القضاء الاسره، كتمشي كتاخذ الاذن، كتسنى شويه، المهم راك عارف يعني يجريوك ورغابوا هنا، وما تكونش كاعي، انا كنقول هذه النقطه هذه ديما تكون، يعني واخا وصلنا فيك العظم، صبر صبر وهضر وترونكيل ترونكيل، هذا هو اللي كاين الخوت. ملي غتاخذ يعني يعني القبول ديال يعني موافقه الزواج، غتمشي فين ما مشيت هذيك الساعه غتصوب العقد ديال الزواج. ملي غتصوب العقد ديال الزواج اخوتي، سمحوا لي نشرب واحد الجغمه ديال الماء اخوتي، والله يسهل على الجميع، هذا هو اللي كاين الحمد لله اخوتي. مني غتاخذ يعني موافقه يعني ديال الزواج، غتمشي تصاوب العقد ديال الزواج ديالك، وشوف كيفاش غدير، يعني كلشي على هادو، كلشي على هادو، راه يقدر تدفع اليوم يقدر تاخذو غدا، غير على هادو، فهمنا اش كنقول لك، هذا هو اللي كاين الخوت. مني تاخذو الا كانت المدام ديالك، وحاولوا حاولوا حاولوا باش تربح الوقت، هذا هو اللي كاين، الا كان المدام ديالك اجنبيه مازال معاك باقي عندها الوقت، تاخذ هذاك يعني العقد ديال الزواج ديالك، حيت غيعطوك جوج، واحد غتديه للمحكمه الابتدائيه، غدير لها اخويا ابوستيل، ابوستيل فين عندك العنوان، باش
الا كنتي انت يعني كتسكن في واحد المنطقه اخرى، واحد المنطقه اخرى، وصوبت الكارت حيت عندك العنوان في بلاصه اخرى، وصوبت الكارت ديالك تما وقول اه بلاتي حكا غنمشي للبلاد ولا نمشي هذا ندي معايا الكارت تاع تما، لا صوبو في المنطقه فين صوبتي العقد ديال الزواج، دير لي ابوستيل اخويا، دير لي ابوستيل، ومن بعد دير المترجم تاني، دير المترجم ملي ترجم يدير فيه تاني مترجم ابوستيل اللي راه كلشي كلشي مقاد، غتعطيه المدام ديالك ملي غترجع تمشي بحال هكا يعني ترجع للبلاد ديالها، غتعطي لي هذاك العقد اللي فيها بوستيل ومترجم، وغتخلي واحد معاك عطي ليه هذاك، وهي غتسافر وغتمشي، ملي غتوصل البلاد ديالها غتمشي ل سميتو اوفيسينا يعني مكتب ما عرفت كيفاش كيقولوا ليه، المهم تما غتصوب تاني، المهم غتصوب بحال القضاء الاسره ديالنا حنا، المهم غتصوب وتمشي لتمايا غدي لهم هذاك العقد المترجم ومع بوستيل. ابوستيل شنو هو بوستيل؟ ابوستيل بحال الجليزاسيون، وانما كيتاخذ في المحكمه ابوستيل، هذا هو اللي كاين الخوت. و ملي غتوصل للبلاد ديالها غتمشي لا سميتو باش تطلع تاني الكارت، تصوب الكارت يعني تصوب العقد ديال الزواج ديال البلاد ديالها، ملي غتصوب العقد ديال حيت ساهل بالنسبه ليهم، انا من حكم تجربتي امريكا اللاتينيه راه ساهل ماشي شي حاجه يعني ساهل، نهار ولا يومين يقدر تاخذ، ولا ماشي شي حاجه داك العقد الزواج. ملي تاخذ انا داك العقد الزواج كتمشي مكتب للهجره كيقول ايميغراسيون، ايميغراسيون كتمشي عند صحاب ايميغراسيون مكتب للهجره، كيقول لهم راني تزوجت مغربي انا بغيت السيد انا راجل يجي عندي، هو كتسجلو كيتسجل في المكتب ديال الهجره. ملي كيتسجل في المكتب ديال الهجره خوتي كيعطيو ليها واحد يعني كتسجل وكيعطيو ليها واحد الروسي بانه راه هاد الكارت ديال الجواز السيد راه مجوجه مع فلان سميت فلان سميت فلان، يعني مجوجه مع طرف مغربي حتى هو اللي كاين، كيعطوها لهاداك ديك الروسي، وهي داك الروسي فين كاين كلشي اخوتي يعني الروسي، وكتدخل السيت ديال 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 كتدخل السيت ديال انا غنجيكم اشنو درت انا حيت ما بقاش عندي الوقت صراحه الله، يعني مني صورت انا والمدام ديالي يعني الكارت ديال الزواج هذا هو، غنجيكم انايا اشنو درت، ما بقاش عندها الوقت صافي بحال اليوم صوبنا الحمد لله والله العظيم على شويه انظر غادي تضرب كلشي على الزر والله والله العظيم اخوتي، المهم بحال يعني صوبنا اليوم الكارت مشات بحال هكا هي رجعات، مشيت انا المهم صوبت العقد ديال الزواج درت ليها بوستيل ترجمه، ومشيت لواحد الشركه راه كاين سميتها دي اش ال، هي غاليه شويه اخوتي، وصيفط ليها يعني صيفط ليها داك العقد ديال الزواج، صيفط ليها المهم العقد ديال الزواج مع الترجمه وابوستيل، شحال صيفطو من المغرب لامريكا اللاتينيه يعني 3 ايام وصل هنايا وخداتو ومشات لذاك المكتب مع اوفيسينا كيقول لي بحال القضاء ولا ما نعرف، المهم قضاء الاسره ديالو وما عرفش بالضبط شنو هي تما فين صوبت يعني العقد ديال الزواج ديال هنايا، ومن بعد مشات للمكتب ديال الهيزا يعني ميغراسيون يعني سجلات يعني هذاك العقد ديال الزواج، وعطاو ليه الروسي يعني واحد الورقه يعني بان راه كتكون فيه السميه ديالك والسميه ديالها هي، بان راه السيد يعني مجوجين هنا يعني كتسمى مجوجه في البلاد ديالها ومجوج معاه في المغرب، هذا هو اللي كاين. ومن بعد هي كتدخل الاجنبيه كتدخل السيت ديال القنصليه ديالها هي، وكتصيفط لهم يعني كتصيفط لهم كتقول لهم ودي راه سجلت يعني راه بغيت راجلي يجي لهنا، وما كيطلبوا له هذاك اش كيقولوا ليه هذاك الروسي باش سجلت العقد ديال الزواج. المهم هي كتصيفط، هما انا والله ما عرفت شنو دارت صراحه، ما عنديش هذيك التجربه بزاف ديال كيفاش دارت في السيت باش تصيفط للقنصليه. المهم انا شنو وصيفطات ليا، من بعد هي صيفطات ليا الكارت العقد ديال الزواج ديال هنا، وهذاك الروسي اللي سجلاتو هنايا هذا هو اللي كاين. مني وصلني انا للمغرب
خديتو مشيت خديتو وزدت شي ايامات ما عرفت. المهم مشيت ديريكت ربي الله، ديت معايا باسبور ديالي ومشيت للرباط، مشيت للرباط مشيت للقنصليه ديريكت. المهم ملي دخلت سولاتني هذيك القنصليه قالت لي علاش ما صيفطتيش وخاصك دي معاك واحد التصويره بعدا، واحد جوج تصاور ولا اربعه ديال بحال الشكل ديالك راه يكون سميتو ابيض، ما يكونش سيلون احمر ولا خصو يكون ابيض، هذا هو اللي كاين بحال ديال لاكارت صغار. ملي وصلت المهم دخلت عطيت لي هذاك سميتو، قلت له ودي درت راسي بحال ما عرف والو، ما خديت لا رانديفو لا والو، صارحت الله خوتي مشيت ديريكت دخلت قلت لهم انا ما عارفش هادي هنا هادي لهي، عطيت لك تاني صيفطت مع الاركاغ ديال الزواج ديال العقد ديال الزواج المغربي ها هو، وعقد ديال الزواج ديال البلاد ديالها ها هو معايا، وريخيستر يعني باش سجلات يعني داك اش كيقول يعني هذاك الريخيستر باش سجلات العقد ديال الزواج يعني الروسي ها هو. شفتو قلت له خاصك تعمر واحد السيت في الانترنيت وهذيك، قلت انا ما عارفش، وقفات معايا الله يجزيها بخير صراحه الله، قلت يا منين انت، قلت انا من الجنوب وجاي في الكار ونا وركي عارفه هنا غالي الرباط غالي وطين الله يرحم ليك الله يرحم باك، شوف شنو غدير راك عارف يعني كنبقى نبكي عليها تما نقول لي لا شوف شنو غدير. قلت لي صافي واش جبتي معاك الفلوس، قلت لي شحال، قلت لي 56400 اللي خلصت في هذيك الاقامه ديال العام باش تعطات لي الفيزا ديال الاقامه صراحه الله، يعني قلت لي عندي الفلوس، قلت لي صافي غنشوف كيفاش اول واحد غيجي في نهارو غيدي معاه الباسبور ديالو بالاقامه ديال العام، قلت له شكرا بزاف. وفعلا صراحه الله هذا هو اللي كان الخوت، وقفات معايا ديك القنصليه الله يعطيها الخير صراحه الله والله العظيم اخوتي الا كنعاود لهم داكشي اللي وقع ليا، حطيت الباسبور ما خرجتش من القنصليه ديالهم، خلصت هذيك 56400 درهم، خديت الباسبور ديالي في النهار يسيش ساعتين تلما كانوا ما كايناش والله العظيم ما دوزتهاش في القنصليه، شوف سبحان الله ربي واقف معايا صافي. انا خديت الاقامه هذا هو اللي كاين الخوت، من تما مشيت بحالاتي مشيت رجعت للبلاد هذا هو اللي كاين، قديت الامور ديالي مشيت اخوتي قديت المسائل ديالو، ومن بعد اخوتي ان شاء الله غنكمل لكم هذا، هضرت غير على الاوراق تتوصل الفيزا يعني تتوصل الاقامه هذا هو اللي كاين الخوت. وثاني غنهضر واحد جوج نقاط غنرجع ليهم، الى سمحوا لي السيد الى السيده اللي بغيتي تتزوج بها اجنبيه ما خداماش، نعاود نكررها الا ما خدامهاش ما عندهاش الوراق ديال الخدمه اخويا غير كتضيع في الوقت ديالك، راه مستحيل باش دير معاك شي بلان الا شوف شي طريقه اخرى، تصيفط لك بحال شي بطاقه ديال ما عرفتش كيقولوها يعني بحال انفيتاسيون هذا هو اللي كاين انفيتاسيون، شوف على زهرك ما بالنسبه تتزوج بها في المغرب ما يقبلوش لك حيت خاص تكون يعني شهاده العمل تكون خدامه تكون يعني يسولوك يعني بزاف د الحوايج في البحث يسولوك على الفلوس شحال كتخسر شحال كتربي شحال كتربح ديال الفلوس، هذا هو اللي كان انسان واحد النقطه يخص مني يهضر مع شي وحده يسولها واش خدام واش عندها الوراق ديال الخدمه، هذا هو اللي كان باش تساعدك يعني كلشي غتساعدك، غير ماشي من ناحيه الماديه من ناحيه الوراق باش تاخذ الاقامه غير تساعدك بزاف الا كانت خدامه، هذا هو اللي كان الخوت. وثاني حاجه الا كانت مجوجه حيت هنا كثر كيتزوجوا بلا عقد بلا الا كانت مجوجه يعني واش ممكن تصاوب شهاده العزوبه، راه ممكن تزوج بك اخويا تما الا كانت مطلقه يعني اكثر هنا كيتزوجوا ما كاين لا عقد لا والو، هذا هو اللي بغيت نوصل الانسان يهضر في هاد النقاط هادو، واش ممكن تصاوب عقد ديال سميتو ربي شهاده العزوبه ولا شهاده الوقابه ديال الطلاق ولا مهم، هادو هما الحوايج خصهم الانسان يهضر فيهم، الا ما كاينش هادو شهادات العزوبه او واش مطلقه ومات ليها الراجل ولا يعني شهادات العمل، هاد مهمين جدا جدا الخوت بالنسبه للاجنبي الا بغيتي تتزوج بها، الا ما كاينش هادشي اخويا راه غير كتضيع الوقت ديالك، هذا هو اللي كاين الخوت، والله يسهل على الجميع. وتحيه لكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو وسمحوا لي الا غلطت على شي حوايج حيت راه صعيب شويه باش تذكر يعني هادشي اللي دات، ولكن كدوز
صراحة الله كل شيء يعني كتكون معصب ملي كتبغي تطلع العقد ديال الزواج وهنا صراحة الله، ولكن ملي كتصوب كل شيء كيبقى داك الشيء على التعاويد وكتنسى داك الشيء صراحة الله. ولكن كون يعني الصبر 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 الا بغيتي توصل لشي حاجة خويا هذا هو اللي بغيت نقول لكم، الا ما صبرتي راه ما كاين والو. ومن بعد غندير لكم الفيديو ان شاء الله ديال كيفاش يعني قطعت وكيفاش بزاف الحوايج يعني البيي الطياره باش الانسان يفهم بزاف ديال الحوايج باش ما يغلطش، ده هو اللي كاين اخوتي. وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والتحيه لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.